السلام عليكم، الاسم محمد حانون، أقرأ في المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، طالب مهندس في السنة الأولى. كما كتشوفوا هذا المشروع ديالنا إليادور 2 انفواتيغ سولير، يعني بيغمون كتخدم بالطاقة الشمسية. الكلوب ديالنا تكخية في 2014. هذه هي لا تخوازيام سيروتيب. بدينا بفينيك، تبعناها إليادور 1، عاد تبعناها إليادور 2. إليادور زعما هذه هي الشمس. شاركنا في دي كومبيتيسيون اللي هما انترناسيونال، شاركنا في ماروكان سولار تشالنج، وشاركنا في يونايتد ستيت سولار تشالنج، وشاركنا حتى في ليجيبت وخدنا لا بروميير بلاص. وان شاء الله هو لي اننا ننشئ واحد البروتوتيب اللي هو الى دوره 3 وكوريسبوند لواحد كي تشارج في واحد كومبيتيسيون اللي هي في الاستراليا ان شاء الله، واننا نقدروا زعما نمثلوا المغرب احسن تمثيل. وزيد على ذلك زعما راه التوجه ديال الطاقات الخضراء زعما والجرين انرجي هو حتى وجه اللي كيتوجه ليه المغرب ديالنا، ولماذا لا زعما ندعموا هذا التوجه هذا ونتخلاو على الطاقات الاحفوريه زعما نحو مغرب زعما نظيف. بالنسبه لا موديل ديال لا فواتير، عندنا في الشاسي عندنا دي بانو سولير، دي بانو سولير اللي هما كيمكنوا لنا فواحد يمكنوا يعطونا واحد لا بويسونس ديال 2000 واط. هذيك الطاقة اللي هي شمسية كنقدروا نحولها لواحد الطاقة كهربائية وكتمكننا باش نخدموا الموتور. عندنا واحد الموتور اللي كيخدم بواحد السعة ديال 120 فولت. بالنسبة للشاسي ديال السيارة راه هو شاسي بالفيبر باش زعما كوريسبوند الفليكسيبيليتي وأنه شوية ليجيغ. بالنسبة للقمرة ديال السائق فهي زعما واحد القمرة زعما تشكلات تبع كوريسبوند الكونسيبسيون ديال لا فواتير. يعني في المجمل راه السياره زعما كتلبي سياره زعما كف وكتلبي جميع المطالب باش انها تكون سياره مستقبل وانها تكون هي سياره الجيل الجديد. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.